من منا لم يحب هذا الفنان الجميل الكبير الموهوب الذي بسرعة ومنذ ظهور الأول عشقته الكاميرات وأحب المشاهدين وأصبح نجم السينما فنان له تاريخ كبير وعظيم بالسينما والدراما التلفزيونية والعمل المسرحي من صوته تشعر بكمية الرجولة والتحضر والذي ظهر بأعماله وأفكاره سريعا اصبح هو الراوي والمعلق الرسمي بالمناسبات الوطنيه بطل افلامه ومسلسلاته التلفزيونيه معشوق الجماهير الذي لعب الكثير من الادوار السياسيه والاجتماعيه والدراميه والرومانسيه والكوميديه والتي بها رعب ومغامرات انه الفنان محمود ياسين ولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو عام 1941 بمدينه بورسعيد انطلقت نجوميته من خلال نادي المسرح ثم انتقل الى القاهرة للالتحاق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1964 ثم التحق بالمسرح القومي وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق وعمل بالتمثيل المسرحي وبدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية الحلم وبعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي والذي يقدم على خشبته أكثر من مسرحية وتولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم يقدم استقالته وجاءته في فرصة البطولة السينمائية من خلال فيلم نحن لا نزرع الشوك ثم توالت أعماله السينمائية لياس الرصيد لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها على لقب فت الشاشة الأول قدم الفنان محمود ياسين ما يقرب من 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والإزاعة والتلفزيون والعديد من الأعمال المميزة خاصة أعماله الوطنية حصل الفنان محمود ياسين على العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها، منها جائزه عن مهرجان السينما العربيه في امريكا وكندا، وحصل على جائزه الدوله عن افلامه الحربيه، وحصل على جائزه الانتاج من مهرجان الاسماعيليه، واختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب تولي منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلام الجيزة كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين 2001 و2002 وتم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة، وهناك فيلم شارك فيه الفنان محمود ياسين بصوته فقط وتم اختياره ضمن تصنيف أفضل 100 فيلم وهو الرسالة. في سبعينات القرن الماضي كان محمود ياسين بطلا في المسرح القومي ولديه فيلم سينمائي واحد بصحبة الفنانة شادية وحينما اسند اليه دور البطوله في فيلم صور ممنوعه اخبروه ان هناك بطله شابه ستقف امامه فما كان منه الا الاستفسار عنها واخبروه ان الفتاه التي ستشارك في البطوله ما زالت في بدايه مشوارها وبالصف الاول بمعهد التمثيل ذلك الأمر أصاب محمود ياسين بالإحباط بعض الشيء وحينما وصلت شهيرة إلى موقع التصوير كانت ترتدي ملابس سوداء بالكامل ولم تهتم بأحد أو تصافح سوى المخرج وهو ما لفت انتباه محمود ياسين الذي رأى الحزن والاكتئاب في ملامحها ليعلم بعدها أن والدها توفى قبل خمسة أشهر وهو ما جعلها في حالة حزن شديدة ولم تكن تنتبه إليه في البداية أو تهتم به الى ان شراره الحب انطلقت وقرر الزواج سريعا اثناء المشاركه بفيلم الخيط الرفيع حيث تم الزفاف بعد منتصف تصوير الفيلم وسفر فاتن حمامه في اجازه وخلال سنوات الزواج كانت شهيرة تشعر بالغيرة كثيرا على زوجها ولكنها من قبل وصفت غيرتها بكونها صحية علي الرغم من كونها لم تكن تمر الامور اطلاقا واعتبرت ان غيرتها الصحية كانت وراء استمرار الزواج طيله السنوات الماضية كما ان عملها بالمجال الفني ساعدها علي معرفة الظروف والاوضاع التي مر بها زوجها واوضحت الفنانه شهيره ان زوجها محمود ياسين تعرض لمطاردات غراميه ولولا اتصافه بالعقل لما استمرت حياتهما مشيره الى ان فنانه كانت تطارد زوجها بشكل مستمر وتسعى لاختطافه والزواج به لكن محمود ياسين رفض واخبر شهيره قائلا ضفرك برقبتها وهو ما جعلها تطمئن وتواصل حياتها الزوجيه في استقرار وسكينه وانجبه عمرو ورانيا وبسؤال زوجته عن تحويل حياه الفنان الراحل محمود ياسين الي عمل فني قالت شهيره ان محمود ما عندوش دراما في حياته مضيفه حياة زوجي كانت طبيعية وتخلو من الأحداث الدرامية التي قد تجعلها مشوقة حال تقدمها على الشاشات فهو ليس أحمد زكي مثلا التي كانت حياته مليئة بالدراما منذ مولده إلى وفاته حيث مر أحمد زكي بالعديد من المآسي على مدار سنوات عمره وأشارت شهيرة إلى أن الطفرة الوحيدة في حياة محمود ياسين هي تألقه الفني الذي جعله فتى الشاشة الأول وفقا لكل الآراء أما عن حياته الشخصية فقد تزوج وأنجب كحياة أي إنسان بمعنى أصح إنها لم تتضمن أسرارا أو ما نطلق عليه الفلفل والشطة بالمعنى الدارج وتمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لوفاة الفنان محمود ياسين وقد أحيا السيناريست عمر محمود ياسين ذكرى وفاة والده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً اليوم تحل الذكرى الرابعة لوفاة والد الحبيب الفنان الكبير محمود ياسين اربع سنوات مرت لكن الحنين والشوق لم يقل بل يزداد مع كل لحظه تمر افتقده في كل تفاصيل حياتي في كل لحظه من دعمه وحكمته في حضوره القوي الذي كان يملا البيت دفئا وحبا وتابع قائلا كان ليس مجرد اب بل كان القدوه والمعلم والانسان الذي تعلمت منه الكثير عن الحياه والفن والاخلاق أشعر بغيابه في كل لحظة وأتمنى لو أستطيع أن أعيد الزمن لأعيش معه تلك اللحظات من جديد رحمك الله يا أبي وسيبقى حبك وذكراك محفورة في قلبي إلى الأبد كما أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكر رحيل والدها قائلة ما زلت أنتظرك يا حبيبي وحشتني قوي رحمك الله وأسكنك جنات النعيم في جنات الخلد في الفردوس الأعلى وأضافت رحمك الله يا أبي في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة الله يرحم جميع أموتنا كما أحيت الفنانة شهيرة الذكرى الرابعة له وكتبت وحشتني قوي معقول عدت أربع سنين لا بشوفك ولا تكلم معاك ولا تتكلم معايا ولا أحكي لك ولا تحكي لي الفراق وآه من ألم فراق الأحبة وما يتركه من ألم الوحدة ومن وجع وحرقة في القلب حين تتذكر أنه ذهب ولن يعود ولكنها الحياة مهما تدور الأيام والسنين فأنا كما أنا وبقول لنفسي كلنا إلى هذا المصير مهما طالت الرحلة أو قصرت ولكن ما يسعدني هي الرؤى الجميله التي يراك فيها الكثير انك في مكان تنعم فيه بما اتاك الله من فضله وفي احد الحوارات ذكرت الفنانه شهيره ان الفنان محمود ياسين سجل القران بصوته ولكنها لم تعلم اين هذه التسجيلات وقالت هو سجل القران بصوته بالفعل ولكن منذ فتره طويله وفعل ذلك بدون مقابل مادي وأضافت هو قال لي ساعتها إنه رفض ياخد مقابل مادي وفاجأت الجميع بأنها لا تعلم أين ذهبت هذه التسجيلات قائلة ، أنا الحقيقة معرفش التسجيلات دي فين ياريتني أعرف واللي عنده التسجيلات دي ياريت يظهرها للناس وأنا فرحت جدا إنه عمل كده وتوفي الفنان محمود ياسين صباح يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عام في مستشفى المعادي العسكري والتي دخلها بعد تدهور حالته الصحية